انا اخويا ضايعين بالفرنس، احنا ابتدائي كامل تنقراوها بالعربيه ياك، وجينا طلعنا للاعدادي قرينا بالعربيه، وطلعنا الثانوي قرينا فرنسا تقلبنا، فهمتي؟ احنا اصلا ضعاف فرنسا، غفلون فهمنا والو. دابا النص اكثر من نص المدرسه باغي يقلب عربي، بغى يولي ادبي، على ود هاد الفرنسا. عندك الماط اس في تي بي سي او شو سميتو، صافي هادو هما المواد. اس في تي شي كاين شي مصطلحات صعاب ترجمهم، فهمتي؟ ما غاديش تعرف ترجمهم بالفرنسي. بغيت يديروا معنا شي حل مزيان، ماشي هذا كيجيو على الاقل يقولوا لنا بلي راه غادي نقول لك نديرو كونفرنسي في الايام ديال العطله، الدراري يديروا سونتار شي حاجه. هما جاوا طبقوا، هما يطبقوا حنا ننفذوا. دابا اخاي حنايا في السنه كيام ديالنا الاول كنا دايرين علوم تجريبيه، دخلنا قرينا شهر الاول بالعربيه، شهر 10 قال لك غادي تقرا بالفرنسي، جات على غفله. يعني حنايا المهم ضعاف بزاف في ماده الفرنسيه، وداك الشيء اصلا استاذه الاس في تي كاع ما بقى كاع ما جات، قال لك من الحل. والعام اللي فات كانت عندنا واحد الاستاذه هي اصلا تترجم، كيفاش غنفهموا حنايا واستاذه تترجم الراسه، فهمتي؟ وما داك الشيء خايز على غفله لا والو. اصلا حنايا في اعدادي ما قريناش بالفرنسي، فهمتي؟ تل ثانوي سانكيام سانكيام قال لك غادي تدوز فرنسا. الرساله اللي بغينا نوصل هي داك الشيء اصلا يكون بني من الاول، يكون واحد الدري طالع على اساس، ماشي الدري تتقري بالعربيه طلعوا مفاجاه تقولي غتقرا فرنسي، فهمتي؟ التعليم ناقص بزاف، يعني استاذه اساسيده ناقصه. كاين اساسيده اللي حتى هما تيترجموا راسهم، استاذ تيترجم كيفاش انت غادي تفهمو استاذ براسو تيترجم، فهمتي؟ اصلا كاينين شي اساسيده تيبغي غير كيفاش انت تبقى ساكت، واخا يعرف هو يبقى يهضر الحصه كامله وانت تبقى ساكت، يملع عليك الدرس وتخرج في حالاتك، فاهم ولا ما تفهمش؟ ما تيشغلو هو، فهمتيني شنو بغيت نقول لك؟ دوزتي الساعه ديالك الماندا ديالو هو داخله. الصراحه التعليم في المغرب كيعاملنا واحد الهشاشه كبيره، بالنظر لان كاين شي اساتذه حنايا كما كتشوفوا ولينا كنقراو باللغه الفرنسيه. ما نكذبش عليك انا اصلا من الاول كنت داير هذا الاختيار، ولكن كاينين شي تلاميذ ما يقدروش كاع يستوعبوا داك الشيء، نظرا لان كاين شي اساتذه ما عندهمش كاع ديك المنهجيه او الطريقه بانهم يشرحوا للتلاميذ باللغه الفرنسيه. كتلقى هو اصلا نيش ما فاهمش كاع وما عارفش كاع، ما عندوش كاع ديك الطريقه بانه كيفاش يشرح لك باللغه الفرنسيه كيفاش انت غتفهم في القسم. وكما كتلاحظوا راه انا اللي سولت جميع التلاميذ يقول لك انهم ما كيفهموا والو في القسم ومعذبين مع القرايه. انا اللي عارف انه طبق على السانكيام، حيت هما يلا بحال قلتي يلا طلعوا يلا غيبداو مرحله جديده في المستوى الثانوي التاهيلي. وكما كنعرفوا راه جيتي تسول هناك التلاميذ كاملين ما كراوش انهم يلقاو واحد التعليم جيد، ما لقاوش انهم يلقاو نظام، ما لقاوش انهم يلقاو اساتذه اللي يوجهوهم باش يلقاو واحد المستقبل اللي جيد بالنسبه لهم واللي يضمنوا فيهم اللي يضمنوا فيه الراحه ديالهم وكلشي.